مش بيشو ما قاعد يجاوب. هذا خطيه ترى، اصدقاء سو جروا للمخدرات وصار يتعاطى وياهم. معقوله؟ زين هذا ما يعرف اضرارها على نفسه على عائلته. زين حكمه الشرعي ليش بيها حكم شرعي؟ واكثر من الحكم الشرعي، لدرجه بانه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يعتبر اللي يتعاطى المخدرات حال حال الكافر. من جيب هذا الحكي؟ اول مره اسمعه يعني. انا هسه راح اقول لك عليها، يلا نسولف. السلام عليكم. إن من الحالات المرضية المستعصية هو إدمان المخدرات، وقد ورد تحريمها في الشريعة الإسلامية الكونها من المسكرات اللي تذهب العقل، وقد عبرت عنها الروايات بالبنج. ومثال على ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: سيأتي زمان على أمتي يأكلون شيئا اسمه البنج، أنا بريء منهم وهم بريئون مني. وأما مسألة اعتبار المتعاطي كافر، فعنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من احتقر ذنب البنج فقد كفر. ويعتبر في بعض الروايات كأنما هدم الكعبة، فعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من أكل البنج فكأنما هدم الكعبة 70 مرة، وكأنما قتل 70 ملكا مقربا، وكأنما قتل 70 نبيا مرسلا، وكأنما أحرق 70 مصحفا، وكأنما رمى إلى الله 70 حجرا، وهو أبعد من رحمة الله من شارب الخمر وآكل الربا والزاني والنمام. وقد ورد النهي عن التسليم عليهم، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: سلموا على اليهود والنصارى ولا تسلموا على آكل البنج. زين شنو أحكامها الشرعية؟ هسه راح تجي. أغلب علماءنا الأعلام وعلى رأسهم سماحة آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله الوارث، ويحرمون التعاون مع التجار والمعاونين على تهريب المخدرات، ويوجب سماحة السيد دام الله ظله وجوب كفائي الانخراط في السلك المكلف بمكافحة المخدرات. وكثير من الأحكام الشرعية والنواحي الشرعية تقدر تستفسر عنها من خلال مشايخنا الأفاضل. زين ليش هذا التحريم المحاربة الكبير للمخدرات؟ يعني هو ما ضار أحد. شلون ما ضار أحد؟ بالعكس يضر المجتمع كله، لأن أثبتت دراسات أو معظم الدراسات التي أجريت على المخدرات أن الفئات المتعاطية أغلبها من الشباب الذين يعتمد عليهم المجتمع في عمليات الإنتاج، وبالتالي تصبح قوة معطلة وعبء على الاقتصاد القومي. أما أثر المخدرات على أسر المدمنين فتأثيرها على استقرار الأسرة وتجعلها مضطربة، فالأب اللي يتعاطى المخدرات وينفق عليها جزء من دخله هو حقيقة الأمر يحرم أسرته من إشباع حاجاتهم الأساسية من مأكل وملبس ومشرب، كما يحرمها من توفير فرص التعليم والعلاج وجوانب الترفيه المختلفة حتى في أبسط صورها. ويمكن لهذا الوضع أن يدفع بالزوجة والأبناء للبحث عن عمل، وقد يؤدي ذلك لانحرافهم. بس عرفت له لا؟ عاشت إيدك وجزاك الله ألف خير جزاء. شكراً. الله يخليك.